وبنشكر إدارة أمانة المعاهد الخيرية على استضافة هذه الندوة، وبنشكر أيضا مؤسسة سبأ للإغاثة ومؤسسة الرحمة للإغاثة على دعمهم المبادرة، والإغاثة الإسلامية طبعا معنا، وبنشكر الأخت لها إرياني مدير تنفيذي للمنتدى الإنساني اللي في اليمن، هو يمن. شكرا جزاكم الله خير. طبعا يعني احنا بنرحب بالضيوف اللي جم من اليمن، خاصه اخونا هلال واختنا نهى، لانهم عشان يخرجوا من اليمن اضطروا انهم يقعدوا في جيبوتي 10 ايام او اكثر من 10 ايام. يوم في جيبوتي و10 كمان علشان يوصلوا هنا، وده الحال دلوقتي بالنسبه للخارجين من يمننا الحبيب. ولذلك الناس بتتكبد كل هذه المشاكل عشان تاتي لنا هنا وتقول لنا ايه هو الوضع الحالي الموجود عندنا، وضع انساني بالذات. طبعا اليمن بالنسبه لنا شخصيا يعتبر كوطن، لان اليمن بالنسبه لي تاريخ وحضاره وثقافه وعلم وفقه، ولن يمحى تاريخ اليمن ولن تمحى حضاره اليمن ولن تضيع ثقافه اليمن ولن تضيع الشعب اليمني باذن الله سبحانه وتعالى. نحن مصممون على ان شاء الله ننتهي هذه الازمه، نعالج الامور الانسانيه التي تخصصنا في العمل الانساني والعمل الاغاثي، ونخرج من هذه الازمه لنبني اليمن مره اخرى. العمل الاغاثي اصبح دلوقتي عمل هدف واصبحت مهنه. يعني ما اصبحش عمل ارتجالي، اصحابنا تخصصات وفي دراسات وفي اطر وفي كل هذه الاشياء. الغرب سمعنا فيها بسنين، لكن احنا هم نتدخل. وهناك مؤسسات كثيره في اليمن، مؤسسات مجتمع مدني ومؤسسات اغاثيه، فنحن لابد ان نقوي مثل هذه المؤسسات لكي نستطيع انها تتعامل مع مثل هذه الازمات، سواء القاء الفقر او الازمات اللي هو الاغاثيه والكوارث الطبيعيه اللي بتحصل عندنا في اليمن. طبعا احنا سعداء اليوم
7 لثلاثة، والرحمة لثلاثة كذا لهم أسستين نشروا في برمنغهام محض العمل الإنساني العربي أو الشرقي أو الإسلامي في بريطانيا. وبنشكر أخونا الأستاذ عبد الرقيب يحيى وأخونا كامل البنا أنهم موجودين معنا، كذلك نشكر الإغاثة الإسلامية الممثلة في أخونا محمد الدكتور محمد السوسي. وهنبدأ الآن بكلمة من أخونا هلال اللي هو رئيس المنتدى الإنساني في اليمن. المنتدى الإنساني هو مؤسسة يمنية وطنية، سيبكم من أنا منتدى إنساني في أوروبا، هو ده الوطن، أنا مش يعني بالنسبة اليمني أنا طبعا يمني لكن هو اليمني الأصيل. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا سعيد جدا للقاء بكم اليوم، وكنت أتمنى أن تكون لقاءتنا يعني في وضع أفضل مما يعانيه الوضع الإنساني في اليمن. كما تلاحظون الصورة، هذه اليمن كما تركتوها في فترة سابقة بجمالها بتراثها بحلوها بمرها، هذه هي اليمن قبل 3 سنوات. اليمن حقيقة يعاني من وضع إنساني سيء جدا. في تقارير WHO أنه 27.5 مليون متضررين من الصراع الحالي الموجود، منهم 14 مليون يحتاجون إلى استجابات طارئة في مجال الغذاء، 3.5 مليون نازحين وعاهدين، 3.5 مليون من 27 مليون. 30% من اليمنيين يعتمدون على الرواتب، أي نسبة 30% يعتمدون على الرواتب الأساسية. 35% كانوا يعتمدون على الرواتب التقاعد. 1.5 مليون هذا 1.5 مليون كانوا يعتمدون على اللي هو الضمان الاجتماعي، هذا بصورة فقيرة جدا، وكان هناك الدولة تصرف معونات في الضمان الاجتماعي. الآن 63% كانوا من قبل الحرب غير مؤمنين غذائيا، يعني هذا إحصائيات قبل ما الحرب كان 63% يعانون من عدم أمن غذائي، الآن 27 مليون فعلا بحاجة إلى مساعدات، وإلى بحاجة إلى 14 مليون بحاجة إلى مساعدات في الجانب الغذائي. أنا لو تكلمت كثير عن الجانب الإنساني أعتقد أحتاج إلى ساعات كثيرة جدا عن المعاناة الحقيقية للإنسان في اليمن. أبسط شيء أقول لكم أنه لا توجد أبسط مقومات الخدمة، أنه الخدمات كهرباء، مياه، صحة، ما فيش هذا شيء مفروض أنه لا توجد هذه الخدمات بشكل كبير جدا. عندنا المياه في الحارات وفي المؤسسة المياه ما يمكنش أنه لنا سنتين من الماء أنها تصل إلى البيوت. تعتمد على فاعلين الخير بإيصال الماء إلى خزانات الحي، وهذه المياه يدور عليها من الساعة 6 صباحا حتى الساعة 8 والتاسعة، 3 ساعات يكون النساء والآباء والأطفال في هذه الحصول على الماء. أيضا بقول هذا صعوبة كبيرة جدا في الاتصالات والإنترنت، هذا صعب جدا أنك تقدر تبعث رسالة إيميل أو صورة، تحتاج إلى وقت كبير جدا أنك ترسل وتوصل هذا المسج وهذه الرسالة. الوضع الصحي، أقول لكم أن الوضع الصحي شبه منهار جدا، يعني لا أدوية، مقومات الوضع الصحي صعب، أطباء 5 أو 6 أشهر بين الرواتب لليوم، كثير من المعاناة، وفيات تحدث. في تقارير صدرت أنه كل 10 دقائق يموت طفل في اليمن بسبب سوء التغذية. نسبة سوء التغذية ارتفعت بشكل كبير جدا. الأمراض الآن مرض الكوليرا انتشر في اليمن بشكل كبير في عدد من المحافظات. في مدارس أمانة العاصمة كان على بداية السنة الدراسية بسبب طويلة من الطلاب والتحقوا يعني نوعا ما، لكن أتى المرض مرض الكوليرا أعطى نوع من الخوف الشديد حتى
الصحة العالمية تعاونت ووجدت يعني استطاعت انه توفر حوالي 20 سرير لصنعاء، خير انه صنعاء بشكل عام 20 سرير لمرضى الكوليرا. في اليوم الواحد يمكن استقبلوا في مستشفى احد المستشفيات حوالي 50 حالة مرض الكوليرا. يعني المواطن عندما يمرض يعني واحد من الثنتين عنده شعور انه يا اما يتوفى يوصل الى الوفاة او انه ما مش قادر يشوف اي مستشفى. تخيل انه ترى قبل يومين او ثلاثة ايام واحد يعني من اقربائنا يعني فعلا انه المرأة نزل يعني حدث لها نزيف اسعفوها الى ثلاث مستشفيات. ثلاث مستشفيات ما قدرت تستقبلها ولا حاجة. اخر حاجة مستشفى من المستشفيات اللي بلها في اللحظات الاخيرة توفت. يعني لو الوضع الصحي كويس انه ممكن المرأة هذه تموت. ما اعتقدش انه يكون بهذا المستوى بهذا الاداء انه يكون على درجة انه ما تلقاش سرير في اي مكان. المستشفيات شلت نسبة 90% من المستشفيات اهتمت الآن بمعالجة الجرحى والأشخاص من المواجهات العسكرية في مختلف المناطق، ونسوا المهم جدا اللي هو الأم والطفل والخدمات الأخرى أثرت تأثر سلبي. تخيلوا أنه في طفل من الأطفال في أحد المحافظات بعد فقدان والديه اكتشفوا انه مصيب بالسكر. خاله الوحيد اللي معفى ما نجحها وهذا الطفل جامعه مش قادر يشتري له ابره انسولين، يعني مش لدرجه انه ابره الانسولين ما قدر يوفرها. ما قدر يوفر ابره الانسولين يعني في فتره من فترات كثير. يعني غسيل الكلى الان جراحه القلب في اليمن كانت في هناك مركز لجراحه القلب في احد المستشفيات الان توقف المركز نهائيا. كان هناك صار كثيره من المستشفيات تعمل على عمليات اللي هي التشوهات الخلقيه للاطفال وايضا للعمليات الجراحيه الان توقفت نهائيا. ضحايا بالالم. الوضع ما اقول لكم انه هناك مدارس واطفال احنا نفذنا في عدد من المدارس بعض المشاريع الخيريه. تخيلوا انه الاطفال او بعض الاطفال يذهب الى المدرسه ما تعشاش، ما وجدش العشاء قبل يوم او يومين. كثير من الحالات الاغماءات التي حدثت داخل هذه المدارس انه لهم ثلاثه، يعني انا شاهدت بعين عيني يعني حقيقه ولاحظت كثير من انه في اغماءات كثيره جدا لطالبات في المدارس. سالنا بعض مجموعه من ايش السبب انه هذه الطفله يحدث لها اغماء. قلنا هذه الطفله انه لها يومين بدون اكل، اسرتها يومين بدون اكل. مش قادره يوفر لهم ابسط مقومات الحياه يعني بشكل عام. انا في ناس اعرفهم فعلا بيقولوا انه والله باع كل ما يملك يبتاع. قلت الان لو حد منكم يعني نقول انه مع اهل في اليمن يزور الحراج فقط يعني يشوف فيها كل شيء، بيع دب الغاز، بيع البوتاغاز، باع يعني مقومات الحياه في البيت اللي ممكن يوفرها خلال فتره حياته باعها. وناس مدرسين ايضا اطباء ايضا في طبقه كبيرة جدا تعاني الآن بشكل كبير جدا من موضوع المعاشات والمرتبات. ستة إلى سبعة أشهر في كثير من أصحاب البيوت طردوا الناس المستأجرين. المستأجر أو المؤجر يعني صعب يجلس في البيت ما لم يدفع خمسة ستة أشهر. أشياء كثيرة جدا أنا حقيقة واستسلمت في تكلم بها بشكل عام. ربما الاستفسار قد لا يصل الصوره بشكل واضح كثير، لكن ربما الصوره اللي نعرضها الايجاب. هذه هي سوء التغذيه، هذا في مستشفى 70 الاطفال سوء التغذيه. نسبة سوء التغذيه ارتفعت بشكل كبير جدا زي ما قلت لكم. طبعا هذا الطفل الموجود فقد والديه
إصابة الأطفال بشكل كبير جدا. الوضع الإنساني في اليمن مش مسلط عليه الضوء بشكل كبير جدا على ضحايا المدنيين وعلى الاهتمام بالقانون الإنساني بشكل يساعد على أنه على الأقل في ظل هذه الظروف يكون هناك إنشاء ممرات آمنة للمدنيين بشكل عام. لكن كما تلاحظون عندما الصورة اختلفت في كل المحافظات اختلفت مع ما كانت عليه سابقا، ولاحظوا مرات الدمار الذي حدث في اليمن بشكل كبير جدا، ضحايا بالآلاف، ضحايا المدنيين. اعتذر لكم انه انا احنا وضعنا في سلايد صور قد تكون مؤلمه، لكن هي الحقيقه، هي الواقع. يجب علينا ان نواجه الواقع بنوع من المصداقيه. حاولنا ان نقول لكم الواقع حقيقه، ربما غائب عليكم كثير، عايشين ما انتقلش الوضع الانساني بحد ذاته من جانب انساني. هذا الأطفال، النساء، أيضا صور مؤلمة أكثر من هذا. الوضع سيء جدا، اقدر اقول انه اسوء وضع انساني هو موجود في اليمن. يمكن الاعلام الغربي مش ناقل الصوره بالمعنى الحقيقي، او انتم مش عارفين انه ينقسم ويكون في هناك، او ما فيش عندنا اعلام حقيقي نقل الوضع الانساني. كل بيشتغل بكل بطرف او مع طرف اخر ينقل وجهه النظر الخاصه به. لكن كوضع انساني في اليمن اعتقد انكم لديكم المعرفه، وكل منكم لديه اسره في اليمن او في صنعاء او في عدن او في ابيان، حنقول لكم ما هي الماساه الحقيقيه التي يعاني منها الشعب اليمني بشكل كبير جدا. استمرار الوضع خلال شهر الى شهرين ينذر بكارثه انسانيه. اقولها لكم للامانه انه فعلا خلال شهر او شهرين اذا استمر الوضع على ما هو عليه ينذر بالمجاعه بشكل كبير جدا في اليمن. قد لا نستطيع ولم تستطيع اي منظمه من المنظمات الدوليه او العربيه او اليمنيه ان تقدم ما يلبي الاحتياج الفعلي والحقيقي لليمن. هناك مساعدات انسانيه حقيقيه من الامم المتحده او من بعض المنظمات، لكن هذه نسبه ولا تساوي 10 الى 20% من الاحتياج الفعلي. الاحتياج الفعلي كبير جدا في شتى المجالات، في
شتى المجالات، اقول لكم انه المجالات كلها بحاجه الى دعم في هذا المجال. اتمنى اني اجزت نوعا ما ووصلت الصوره عن ما يحدث في اليمن. جزاكم الله خير. انا بس حرسم صور لام تريد ان تردع رضيعها وجف ثديها، ولا يوجد هناك في البلد اي نوع من انواع اللبن الجاف المجفف عشان تطعم به. ويموت بين يديها هذا الطفل او هذه الطفل. ده الوضع الحقيقي، ان ام او اب يمشوا لمده ساعات عشان يحصلوا على جرك الميه، او يقفوا 10 ساعات او اكثر عشان يحطوا بنزين في العربيه بتاعتهم، او زي ما كنا قال ينتقلوا من مستشفى الى مستشفى الى مستشفى لان ما فيش اي خدمه موجوده. ده الحال اللي احنا بنراه، لكن لا نرى الحال. إن رأينا الحال هكذا فلابد أن نشعر بمأساة هؤلاء الإخوة والأخوات والأبناء، ولا نيأس، لا تيأسوا من رحمة الله. نعمل ما نستطيع أن نقوم به، والله بعد كده يوفقنا إلى سبيل الرشاد بإذن الله سبحانه وتعالى. اليمن مأساة مأساة. الأربع دول دلوقتي مهددين بالمجاعة: اليمن، جنوب السودان، الصومال، وأثيوبيا. أربعة. مجاعة 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 مجاعة، يعني بيسموها بالإنجليزي فامين. اليمن، جنوب السودان، وأثيوبيا، والصومال. أربع دول مهددة بالمجاعة، وقد تحدث مرة واحدة والعياذ بالله. فأين نحن من هذه المشاكل التي لابد أن نضع لها حلول نحن كأفراد؟ لأن كل منا مسؤول عما يفعل. كل منا مسؤول عما يفعل. أنا أدي الميكروفون حاليا للأخت نهى الإرياني اللي هي مدير التنفيذي للإنتاج الإنساني في اليمن. شكرا دكتور حنين. استكمالا لمجال الأستاذ هلال، في السابق كنا ننزل للميدان عشان نوزع المواد الغذائية أو المساعدات للنازحين اللي هم نازحين من مكان إلى مكان اللي ما فيش معهم مأوى. الآن بننزل للميدان عشان نوزع مساعدات، سواء كانت غذائية أو غير غذائية، أي نوع من المساعدات. نلاقي أصحاب المناطق نفسها، الناس العاديين، ناس كانوا في السابق بيساعدونا عشان ندفع عشان نجيب مساعدات للناس، بيطلبوا مننا مساعدة لأنه ما فيش معهم ولا أي مصدر. 5 شهور من الرواتب، مستضيفين لنازحين من أماكن أخرى عندهم في بيوتهم، لا عارفين يأكلوا النازحين ولا يأكلوا أنفسهم وأولادهم. نسبة الوفيات بين الأطفال هذه مشكلة كبيرة، ومن الصعب إنك تحس إنه في ناس بيموتوا من الجوع. يعني مش حاجة سهلة إنه شخص توفي بسبب الجوع. يعني الواحد يحس إنه كيف عاملين في المجال الإنساني ونسيب الناس اللي يموتوا من الجوع، بغض النظر عاملين في المجال الإنساني أو لا. التكافل اللي في المجتمع، كان زمان ما عادش ينام إلا وبتأكد جارك كيف وضعه. الآن الناس بيموتوا بالآلاف من الجوع، ما في شبكة ترابط اللي كان موجود من زمان بين أفراد المجتمع نفسه. قد يكون إنه ما فيش مصادر دخل أصلا. المواد الغذائية في الأسواق ما عادش موجودة. 3 شهور حسب تقرير منظمة الغذاء العالمي يختفي الغلة من السوق. يعني حليب الأطفال زي ما قال الدكتور هاني، الأدوية، الأطفال بتموت عشان ما حد بيقدر يوفر لهم أدوية. مش موجودة بالسوق، مش موجودة في المستشفيات. الأطباء تروح تدور في المستشفيات مش موجودين، تتصل لأي طبيب عشان يجي إذا في حالة مستعجلة أو شيء يقول لك ما فيش مي مواصلات، أنا كيف يجي؟ يعني الطبيب ما يقدرش يوصل للمستشفى عشان يساعد حال المريض بين الحياة والموت. تروح على المكاتب عشان تشتي كمنظمات محلية، نضطر نروح على المكاتب.
تكتب عشان تعمل تنسيقات عشان تنزل مساعدات للناس، تلاقي ما فيش موظفين معذورين طبعا، ما فيش مواصلات، الوقود اسعارها ارتفعت، الدوائر ما فيش، فكيف يوصل؟ يعني فين يجيب الفلوس عشان يوصل؟ ولا ما تقدر اوفر له اصلا مواصلات عشان يوصل او يساعد. فهذا الوضع، الوضع سيء جدا، الاطفال بيموتوا، مئات الاطفال، الايتام الان ما فيش من معهد، ما فيش منظمه، ما فيش معهد موارد انها تساعدهم تدفن الايتام هذا. زي الصوره اللي حطيتها قبل شويه، مش هذه الصوره، مثل هذا الطفل اللي فوق لوحده، اهلا ماتوا، بيته الهدم. هذا الطفل من اللي يعرفه؟ من اللي يساعده؟ ما فيش معنا موارد، ما فيش معنا قدره كمنظمه مجتمع مدني احنا نعطي هذا الكلام. التكافل واجب بين الجميع، سواء اللي في الخارج، اعتقد كلنا محاسبين. كلنا حنتحاسب على هذول الاشخاص يوم القيامه. اذا كنا ما ساعدناهم شو منهم؟ هذه البنت اللي بتبكي لوحدها. يعني طفلة مذعورة بتبكي، ما حدش يقدر يساعدها. يعني الطفولة، الأطفال اللي بهذا السن، هذا هم جيل المستقبل. إذا ما ساعدناهمش واهتمينا بهم، ما معنى الأمر في الأجيال الجاية؟ هتطلع أجيال مذعورة، أجيال ما فيش معها، ما حصلتش على تعليم كويس. لحد الآن جيلين، خسرنا جيلين من التعليم، سواء المدرسي، سواء في الجامعات. جيلين راحوا بدون أي فائدة. يعني لما يعني جيلين مش حاجة سهلة، هذا بيأثر، يعني هذا تأثير كبير على تنمية البلد، إنه جيلين نفقدهم من الأطفال. سوء التغذية، يعني إيش أصعب من لما تعرف إن هذا الطفل يموت عشان من الجوع؟ ما فيش معقدة، ما فيش تغذية. للأم عفوا لابنها، لأني من أصلاً هي مصابة بسوء تغذية، تحتاج إلى معالجة. فكيف حيكون وضع الأطفال؟ صحة الأمومة والطفولة، هذا الأيام الأولى ما تجيش تروح تولد. لو تعسرت ولادتها شوية في السر تروح المستشفى يعمل لها عملية ويمشي الحال، ربنا يستر. الآن ما فيش مستشفى، فين تروح؟ يعني يا هي تموت، يا إما الطفل يموت، يا إما إنه يصاب بتشوهات خلقية، ولا يصاب بإعاقة، لأنه ما فيش خدمات صحية ممكن الواحد يقدمها. أعتقد إنه أستاذنا وضح الصورة أكثر، وأنا حبيت بس أكمل هذا الصورة اللي مرتبطة بالأطفال والأمهات والمدارس. شكرا. ربما كل منا يعني حدث له موقف معين من المواقف إنه يحس إن الدنيا كلها مظلمة في وجهه كشخص ما. مثلاً جاب ظنا وصلنا من مطار هيثرو، ما يعرفش حد، ما بش في جيبه ولا جنيه واحد، ولا يعرف حد. هل منكم حد يستطيع أن يوصف الوصف اللي هو حاسس فيه إنه في هذا المطار، في هذه المنطقة أو هذا المكان، مش عارف حد لمن يسير لمن يجي، ما عنده ولا جنيه واحد، وعاد الآن دخل لهذا المنطقة. هذا هو شعور المواطن اليمني، إنه حاسس إنه ما بيشوف فوق أمامه، ما عندهش رؤية، أو إنه في أمل بارع أمل واحد. على للأسف الشديد كثير من الناس أسمعها منهم وأسمعهم من داخل قلوبهم، يعني يقول أنا ما عنديش أمل إنه في مشكلة في حل الأزمة الحالية. لكن إحنا كدور منظمات المجتمع المدني أو الجاليات أو الجالية اليمني بالذات، هنا يجب أن تتفاعل معنا بشكل كبير جدا. الوضع الإنساني دائما بحاجة إلى دعمكم. هناك منظمات لها باع كبير ولها ثقة، وتستطيع أن توصل هذه المساعدات إلى اليمن عبر الإخوان الرحمة والسدى وأيضا الإغاثة. أتمنى منكم أن تكونوا أنتم عون لمساعدة الناس في أي مكان في أي منطقة. الاختلاف الموجود في اليمن أتمنى أنه لا يكون هنا في لندن، أنه يجب علينا أن نركز على الجانب الإنساني في برمنغهام. يعني جالية اليمن جالية كبيرة جدا، جالية عربية، بلدنا بحاجة إلى مساعدتنا جميعا، إلى الوقوف جميعا في مثل هذه الظروف. اتركونا في الجانب السياسي، خلونا في الجانب الإنساني المهم. مساعدة الأفراد الموجودين في اليمن بحاجة إلى دعمكم أنتم، بحاجة إلى تعاون الجميع.
كثير منكم قد ربما عايش ومرتاح بيدرس اولاده وكذا في اسر مش عارفه تستطيع ان تاكل ولا روتي واحد او سندويش واحد ما تقدر تاكل اولادها. يتخيلوا ان واحد من اولاده يقول هذا مش قصص الان احنا بنخترعها، والله هذا واقع ان في اسر ما استطاعت تعشي اولادها او تغذيهم. الوضع الانسان صعب، صعب في اسر ما تقدر تدخل خلف تشحتها. ما عاد بتقدر تخرج تشحت، يعني صعب انها تخليها تخرج او انها تشحت او تمد يدها. صعب، صعب جدا على الانسان انه يقدر بهذه الطريقه، الى جانب انه الوضع الاقتصادي سيء اللي كان معتمد على رواتب الان 5 اشهر. تخيلوا من منكم اذا توقف راتبه الشهر ما عندش ولا ريال ولا جنيه، ما عنده ولا جنيه، كيف يعيش في لندن او في برمنغهام؟ انه شهر واحد بدون راتب او شهرين او 3 وما عنده لا رصيد في البنك ولا عنده اي حاجه، كيف يستطيع يعيش اولاده في بلد زي ما هذا؟ بتخيلوا انتم في اليمن كيف يكون؟ الى جانب الحرب والدمار. اقول لكم والله انا نفسي شخصيا انا زرت بعد هذا الى الاردن، كنت اسمع صوت طياره، والله صوت طياره، احس الطياره هذا هو يعني يكون يعني الحرب النفسيه موجوده معنا، يعني بعد دقيقه او دقيقتين ربما يكون في هناك يعني اسمع انفجار او شيء من هذا القبيل بشكل عام. بس اتذكر الشيخ يوسف القرضاوي كان قال فتوى في من يموت جوعا في حي من احياء المسلمين، واذا علم الناس ان هذا الرجل او هذه المراه او الطفل مات جوعا فالكل آثم. اذا مات الانسان جوعا في حي من احياء المسلمين والكل يعلم ولم يستطيعوا ان يغيثوا هذا الطفل او هذه المراه او هذا الرجل او هذا الشيخ فالكل آثم لما فيه. نحن نعلم الان ليس اننا نجاور الفقير، اننا نعلم النظر في السوشيال ميديا ونرى في التلفزيون ونسمع وسائل التواصل الاجتماعي ليست فقط للعب والجيمز والاغاني والكوره الى اخره، لكن لمعرفه حال الناس والوقوف على هذه الاحوال ومساعدتهم. ننتقل الان مع اخونا الدكتور محمد السوسي اللي هو رئيس قسم الشرق الاوسط في غزه الاسلاميه. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. في البدايه اود ان اتحدث عن ما نقوم به نحن في الاغاثه الاسلاميه للعمل على لمساعده اهلنا في اليمن للخروج ولو بشكل متواضع من الوضع الانساني الصعب اللي بيعيشوا فيه. لكن قبل ما اخوض في هذا الكلام او في هذه التجربه او ما نقوم به، لا استطيع طبعا الكلام وان ازيد عن الاخوه والاخت ما تحدث فيه، فهم اهل اليمن وهم ادرى بشعابها، لكن انا اتخيل هذا الامر وهذا الشعور وهذا الوضع المزري الذي لا يوصف. اتخيله جيدا لانه انا فلسطيني ومن غزه وعشنا هذه المأساة، لكن أنا أقول لكم أن المأساة التي يعيشها أخواننا في اليمن، وأنا زرت اليمن أكثر من مرة حوالي 4 إلى 5 مرات، فأنا مسؤول ملف في اليمن في الإغاثة الإسلامية، وما رأيته في اليمن يفوق ما رأيته في بلدي ووطني. ربما أحد يستغرب يقول لا، غزة هي في الإعلام وفي الميديا ودائما في قلوبنا فلسطين وأهل فلسطين، لا أقول ما يحصل في اليمن من جوع وفقر وسوء تغذية وكل ما تم الحديث عنه يفوق ما يحدث في فلسطين بشكل عام وفي غزة. لكن حتى كمان نضعكم بالصورة، نتكلم فقط بعجالة بسيطة عن الأرقام المخيفة الموجودة حسب الإحصائيات الدقيقة التي تأتي من اليمن. نحن نتكلم عن 14 مليون إنسان في اليمن يعاني من قلة موارد الغذاء، يعني لا يوجد لا يستطيع
3,300,000 طفل يعانون من سوء التغذية. هذه أرقام، هذا الإخوة شرحوا لنا أمثلة حقيقية من الواقع، لكن الأرقام تقول يعني تزيد الأمر رعبا وخوفا. 3,300,000 طفل يعانون من سوء التغذية، وحوالي 500,000 امرأة حامل هي أيضا تعاني من سوء التغذية. وبالتالي عدم المساعدة لهذه النساء الحوامل بالتالي يعني حلين أن تولد طفلا مشوها ومعاقا أو يموت هذا الطفل. أيضا المي 14,500,000 يمني بحاجة للمياه وخدمات الصرف الصحي، هذه كلها أيضا تنقص في اليمن. الخدمات الصحية 14,000,000 تقريبا 15,000,000 يمني ما عندهوش إمكانية الوصول إلى العيادات والمستشفيات في اليمن حتى يتلقى العلاج، فإما المستشفى مدمرة أو العيادة مدمرة أو لا يوجد أطباء أو لا يوجد قدرات بشرية تعالج الناس. هذا فوق ذلك أن الناس كمان هجرت من بيوتها، اللي هم نقول عنهم النازحين الذين يخرجوا من بعض المدن التي تقصف والتي يعني يكون فيها الوضع الحرب مثل تعز ومدن أخرى ومحافظات أخرى، أيضا يذهبون إلى مناطق أخرى فيزيد الهم همين كما ذكرت الأخت. بالسابق كانوا يأتوا إلى بعض المناطق والمدن فأهل هذه المدن يساعد النازحين، لكن الآن أصبحوا أصحاب هذه المدن والناس المقيمين في بيوتهم أيضا أصبحوا محتاجين، فهناك الحاجة أصبحت ضعف في نفس هذه المناطق والمدن. طبعا حدث عن ارقام الجرحى والشهداء بدون يعني هذه انتم اكثر علما بها منا، لكن للاسف الوضع فعلا يعني مأساوي بكل معنى. اعرج بعجاله ايضا لم اطيب عليكم انه نحن في الاغاثه الاسلاميه او في كل المؤسسات الاسلاميه الدوليه التي تعمل في هذا الجانب وفي هذا القطاع، عندما نقول أن هذا الوضع إنساني صعب وحرج يعني فعلا يعني بمعنى الكلمة نقيم هذا الأمر ونعطي أولوياتنا للعمل فيه. يعني على سبيل المثال نحن الآن نعمل في سوريا والعراق واليمن وفلسطين وغزة، يعني في فلسطين في غزة وفي الضفة الغربية أيضا وفي بعض وفي دول أخرى، لكن هذه الدول يعني الكل يعرف عندما تقول سوريا يقول الله يعينهم كارثتهم ما يعني ما حصلت، تقول العراق هي كارثة مستمرة ومزمنة الآن وأيضا من منذ 2003، لكن حينما نقول اليمن وهي أقل للأمانة هي أقل اهتماما في الإعلام، لكن هي أكثر الدول مأساوية وصعوبة حينما نقيمها من الجانب الإنساني. هي ليس الأمر ليس بهدم البيوت والبيوت تعمر والمدارس نعيد بناءها والمستشفيات يعاد بناءها والبنية التحتية يعاد بناءها، طبعا هذا يعني يأخذ زمن، لكن الوضع الذي أثر على المواطن والإنسان هو الآن نحن نقول إنه هي اليمن فعلا من أكثر الدول التي تعاني الأمرين في هذا الجانب، سوء تغذية، فقر، مياه، صحة، يعني كل وكان التخوف من انتشار وباء الكوليرا كان خوف ورعب لدى كل المجتمع الدولي ولكل المؤسسات، وطبعا الرعب كان أكبر لدى اليمنيين أنفسهم، والحمد لله يعني نستطيع هي ما زالت موجودة لكن على الأقل يعني لم تصل للمستوى الوباء حتى ينتشر في معظم أنحاء محافظات اليمن. ولذلك إحنا الآن
نعمل في 17 محافظة من عدد 22 محافظة باليمن. هذه المحافظات لنا فيها مكاتب، وأيضا في بعض المحافظات ليس لنا بها مكاتب، لكن نعمل نوصل ونعمل عن طريق أيضا مؤسسات محلية موجودة في هذه المحافظة. فنحن لنا مكتب الآن في صنعاء وفي عدن وفي صعدة وفي تعز وفي الحديدة وعمران وريم وريمة ومأرب ودمار. هذه يعني نحن الآن لنا مكاتب فيها. السابق حين بدأنا كنا لنا مكتب فقط في صنعاء وفي حرات، كنا نعمل مع النازلين على الحدود السعودية اليمنية في أيام الشاب في صعدة. والآن نتدخل ونهتم بشكل كبير الآن في جانب أو ثلاث جوانب بشكل أدق، هو برنامج اللي هو الفقر وسوء التغذية، وبرنامج التعليم، وبرنامج الصحة. وهذول هما التي يلمسها المواطن والتي يعاني منها المواطن بشكل كبير. فإن شاء الله يعني احنا قمنا، وليس طبعا شيء يعني سنقوم به، نحن قمنا بالحمد لله بمساعدة ما يزيد عن حوالي 13 مستشفى، 17 مستشفى في اليمن، سواء في تعز، في عدن، في صنعاء إلى آخره. زودناهم بتوفير أدوية، بمستلزمات طبية، بأجهزة غسيل كلى، محاليل، كل ما يعني نستطيع. وهذا أيضا جهد إن شاء الله سنستمر به. إحنا ذهبنا إلى هذه المستشفيات ورأينا الفاقة والحاجة ونقص هذه المواد، وبدأنا بالذات المرضى الفشلي كذلك. هذا إذا انقطعت عنه الغسيل المستمر بشكل مستمر يعني فقد حياته. فهذه أيضا ركزنا عليها، وكل هذه طبعا المستلزمات والاحتياجات يعني من خلال الفريق العامل لدى الإغاثة الإسلامية، وهم معظمهم يمنيين. عندنا حوالي 200 موظف و 200 عامل لدينا في هذه المكاتب والمحافظات يعملون، ويرسلون إلينا كل التقارير بشكل مستمر، ويرسلون إلينا طلبات المستشفيات وطلبات المدارس وإلى آخره. بالإضافة إنه نحن أيضا قمنا ب يعني عام 2016 انتهى توصيل خدماتنا بشكل عام بكل هذه الجوانب، واوصلنا لحوالي 3 مليون مستفيد. لا نستطيع نحن كإغاثة إسلامية لوحدنا ايضا ان نقدم، يعني ما قدمناه تقريبا بحوالي 30 مليون باوند استرليني او 36 مليون دولار تقريبا لعام 2016. في عام 2015 ايضا بنفس الرقم تقريبا، و 2014. فكل عام يعني على الاقل نحاول ان نستمر بنفس التمويل او ونسعى لزياده هذا التمويل، لكن عن طريق تعاوننا مع مؤسسات الامم المتحده وناخذ منها اموال، لانه الاموال لديهم موجوده ويحتاج هذه المؤسسات ان تذهب. لكن فعالية المؤسسات المحلية، وأنا هذه أؤكد عليها، فعالية المؤسسات المحلية اليمنية هي أكثر فعالية من المؤسسات الدولية، وهذا إحنا لا نقول. ولذلك إحنا في مكتبنا في اليمن إحنا لا نقول عن الإغاثة الإسلامية في اليمن هي مؤسسة دولية، حتى لو شعارنا أو هو تسجيلنا هو تسجيل مؤسسة أجنبية داخل البلد، لأنه إحنا المؤسسة الأم هي هنا. لكن احنا نقول هي مؤسسة إغاثة إسلامية في اليمن، مؤسسة محلية، لذلك جميع موظفنا محليين، جميع تمويلنا احنا نسعى فيه من الداخل، نجيبه من الأمم المتحدة، من الاتحاد الأوروبي، من كل المؤسسات الدولية الموجودة في اليمن والتي تعني بالتمويل في اليمن. على سبيل المثال آخر يعني شيء أحب أذكره يعني لحضراتكم، إنه إحنا خلال الخمس سنين السابقة من سنة 2012 إلى 2016 قمنا تقريبا بتنفيذ 80 مشروع. وحينما أقول 80 مشروع يعني
اقل مشروع نتكلم عنه احنا بالليفل نصف مليون الى مليون دولار. وهذا اقل مشروع. هناك في مشروع واحد فقط لتوزيع السلال الغذائيه بشكل شهري على الناس المحتاجين. نقوم تقريبا بتوزيع حوالي ما يزيد عن 50,000 سله غذائيه بشكل شهري بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي للامم المتحده. هم يعطون هذه المواد ونحن نوزعها. بالاضافه انه احنا ايضا من تمويل بريطانيا ومن تمويل مكتب امريكا وكل الدول الاوروبيه ايضا ناتي بالاموال ونرسلها اليهم. هناك تحديات كثيره، كل هذا ما اتكلم عنه والارقام تشوبها تحديات كثيره، يعني في كثير من خلال العامين الماضيين ايضا واجهنا بعض المشاكل في التمويل، انه احنا كيف عن طريق البنوك وعن طريق العمله توصيل عملة أجنبية، يعني هذه المشاكل أيضا نحاول دائما الوصول إلى حلول وتحديها من أجل الوصول إلى أخواننا اليمنيين وأهلنا في اليمن وكل ما نستطيع أن نفعل بجهودنا وبجهود المؤسسات المحلية اليمنية وغير اليمنية، كل من يستطيع أن يقدم. نحن يدنا مفتوحة في الإغاثة الإسلامية للتعاون لإيصال أي تمويل حسب يعني المتاح والإمكانيات ضمن السياسات التي تضمن الشفافية والمسؤولية في إيصال هذه المساعدات. لدينا أيضا يعني جهد مشترك إن شاء الله مستقبلا مع الإخوة في المنتدى أيضا بالجمعيات التي يعني تكون منضوية تحت هذا المنتدى في اليمن، أيضا إن شاء الله سنزيد من هذا التعاون في المستقبل. بارك الله فيكم. طبعا احنا ما اتكلمناش على العضويه في المنتدى، هم عندهم 20 جمعيه اعضاء مش كده؟ 20 جمعيه ولا 25؟ لا ده قدام الدقيقه واحده، ما اتكلمتش خالص. طبعا المنتدى الانساني، المنتدى الانساني تاسس ورخص له في عام 2009، يتكون فيه 21 جمعية واتحاد من اتحاد نساء اليمن منظمات مجتمع مدني كثيرة. الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو رفع الكفاءات ورفع قدرات بناء قدرات منظمات المجتمع المدني المحلية، لأنه إحنا كان عندنا 13,000 منظمة وجمعية مرخصة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بحسب قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بس وجدوا إنه في فعلاً منظمات مجتمع مدني محلية بحاجة إلى رفع كفاءاتها وتدريبها، وايضا كثير من المجالات التي كانت بحاجه الى دعم في هذه المجالات. طبعا احنا نفذنا يمكن مع الاخوان الاغاثه مشروع اللي هو التدريب المضاف، وايضا معنا مشروع اخر في مع اليوين كنا نفذناه قبل 6 أشهر في جانب 2016 لرفع منظمات المجتمع المدني بناء قدرات منظمات المجتمع في 3 مجالات، المجال الانساني رفع الكفاءات الانسانيه، وايضا مجال الصراعات والنزاعات حل الصراعات والنزاعات، وايضا في مجال اخر اللي هو الانعاش المبكر بالنسبه للمنظمات بشكل كبير جدا. طيب احنا كما استمعنا الاخوه اللي بيشتغلوا في اليمن من اليمن في الدراسه الاسلاميه، عندنا جمعيتين، جمعيه سبق وجمعيه رحمه، فلو كان الاستاذ عبد الرقيب بيقول لنا في عجاله ما يقدمونه للشعب اليمني، وبعد كده الاستاذ كامل يقول لنا برضك ما يقدمونه للشعب اليمني. برضك احنا عايزين نحتفل بالجمعيات اللي نشات في خلال 5 سنوات الماضيه. ممكن انزل الميكروفون تحت. ما كان ضروري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة ما كان ضروري أن أقدم كلمات للإخوان والأخ كمان من الغابة حضر أكثر مما نستطيع نحن، وإنك ضغط علينا الأحوال، ولكنها سبب هي تأسست في عام 2012 بمجهود بعض الشباب، 5 من الشباب، مما رأوا
ماذا يحدث اليمن؟ لأن زرت اليمن في عام 2018 على رأس حملة طبية في خالد زبيل حدود وصار، وزرنا ناس اللي وجدناهم في حالة لا أستطيع أن أصف لكم، يعني في يوم واحد نحن عالجنا 650 مريض، فرجعت إلى هنا وكان يعني قلبي يقطع دم. فالإخوان جزاهم الله خير، شدوا الرحال وبدأنا بحملة أقوى، لله الحمد. نحن الآن نقوم بمساعدة لكثير من المحافظات، في عدن نحن قدمنا مساعدة لمستشفى الأمراض والسرطان، في تلف نقدم المياه، نقدم الغذاء، السلة الغذائية، نقدم العلاجات والعكاز للمصابين، في الحديدة كمان نقدم المساعدة، في عدن، في الضالة، في محافظات كثيرة. بقل إمكانيتنا يعني محدودة، وللأسف الشديد نقول هذه الكلمة أن الأخوان اليمنيين بالأخص لم يهتموا بأي مهنة في اليمن، هذا بالأخص اليمن، أنا بتكلم عن اليمنيين. أما الأخوان العربية فعلى كل حال كل واحد بقدر ما يستطيع، إنما اهتمامنا كيمنيين قليلا جدا، وربنا يقول مساعدتنا من الأخوان المسلمين غير للأسف. هذا الذي أستطيع أن أقوله. السلام عليكم. أو لو سمح الله كمان نحن بجانب هذا نقوم بأيتام، نحن عندنا 300 يتيم ويكثرون في عدن، في غير عدن، في تعز، في المناطق كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. جمعية الرحمة للإغاثة أسست في بريطانيا، وكان أول اهتماماتها في جانب الأيتام، لأن لدينا أكثر من 140 يتيم نكفلهم باستمرار. وكان مشروعنا نبدأ صغير في كفالة اليتيم، يعني 10 جنيه للشهر، ولكن في الظروف الحالية وجدنا نضاعف المبلغ هذا، فالآن ضاعفنا المبلغ إلى 20 جنيه حتى يستفيد اليتيم. والمأساة بالحقيقة كبيرة في اليمن من قبل 3 سنين حتى الآن زادت جدا، يعني حالة اليمن حالة تعبانة جدا، وتحتاج إلى دعم كل الأطراف، تحتاج إلى مد كل الأيدي حتى نستطيع أن نقدم ولو شيء بسيط. يعني أقل حاجة أن نقدم، لأنه في بعض الناس يريدوا يعني أن يثبطوا في هذا الجانب، يقول لك أين بتروح الفلوس؟ أنت ادفع لله عز وجل والله سيحفظ هذا المبلغ ويعطي له أصحابه وجزاهم الله خير. بس في أسئلة وصلت لنا من البث المباشر. طبعا احنا معانا البي بي سي، ومعانا السي سي سي، معنا التيتي، معنا التيتي. أول سؤال: كيف يتم إيصال مساعدة للمحتاجين في أماكن النزاع؟ من يقدر يجاوب على السؤال ده؟ بالنسبة لإيصال مساعدات، نقول نحن الحمد لله اشتغلنا كمنتدى إنساني عبر الجمعيات المؤسسة مع جميع السلطات المحلية، وزعنا في أبيان وعدن مساعدات غذائية وهوائية، وأيضا وزعنا في تعز، وكان المنتدى الإنساني وزع في تعز حوالي 42,000 حالة إيواء وأيضا مواد غذائية، ومعنا الآن 3 مشاريع موجودة على في تعز في مجال الكاش، وأيضا في مجال المساعدات الغذائية وغير الغذائية، وإب أيضا، والجوف، وأيضا في صعدة لدينا كثير من المشاريع في كل المناطق بشكل عام، وعدن وأبيان أيضا.
فإيصال المساعدات أعتقد في ظل الظروف هذه هو سهل وصول المساعدات أن تصل إلى هذه المناطق بشكل كبير. السؤال الثاني وهو أصعب السؤال الأولاني والسؤال الثالث اللي هو أصعب السؤال الثاني والرابع مش موجود. السؤال الثاني كيف ما هي التدابير لحماية العاملين في المجال الفلاحي؟ ما هي التدابير لحماية العاملين يعني البروتكشن؟ اوكي احنا نقول للأمانة لا يوجد هناك تدابير معينة بشكل معين لأنه نحن نعتمد على الكادر في المحافظات نفسها. يعني انت انا وزعت في محافظة عمران اعتمدنا على الكادر الموجود من محافظة عمران اللي يمثل الجمعية والمؤسسة اللي تعمل في مناطق عمران نفسها أو في محافظة الجوف أو في محافظات وأبناء البلد أو أبناء المنطقة هم يتم توزيع هذه الإعانات والمساعدة. فهذا نوع من أنه يمكن في نوع من الحماية لو ننتقل من محافظة إلى محافظة في بيعطينا نوع أنه يوصل الغرض بشكل كبير جدا. يستطيع
تستطيعوا من خلال الناس ال 50 جمعيه هناك دي ان هم ايه ينفذوا المشاريع في كل المحافظات في اليمن في كل المناطق اللي فيها الصراعات مع التعاون مع السلطه المحليه. المنتدى الانساني ما بينفذش لكن بينصر، يعني احنا النهارده مش جايين هنا عشان نجمع تبرعات، مش عايزين منكم فلوس. خلي فلوسكم ليكم. اي لاف يو حاضر هديك انا هديك دلوقتي وهتيجي تتكلم هنا مع عند المنصه. واخد بالك المولود احنا جايين النهارده علشان وعي ان قضيه اليمن على محك مجاعه ها بالاضافه الى اثيوبيا وجنوب السودان والصومال. العمليه مش مزحه ولا ارقام غريبه ولا استعطاف ناس علشان ناخد فلوس منهم. احنا معانا فلوس، خلي فلوسك ليك وقابل ربنا انت في الاخر، لكن احنا علينا اللهم بلغنا اللهم بشر. تعالى يا اخي انت عايز تقول تعليق اتفضل عشان بس عشان الصوت بس. طب هات النهارده كوبايه معايا نشرب. لا 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 فاحنا بنحب نعمل اجازه ولا لا؟ وهنحولنا عمل تنوي وهنكمل المسيره. هنخلع المسيره يا اخي عبد الرحيم؟ استاذ عبد الرحيم؟ لا مش هنخلع. مكملين. لا لا انا 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 موافق معاك. يلا الحمد لله. ان شاء الله. نعم جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. تفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في البدايه شكرا على حضوركم والحمد لله على السلامه. أنا حاضر باسم تكتل اليمنية للدعم الشرعية، تكتل جديد هنا، كنت أتمنى الحضور أفضل من كذا وأفضل من كذا، لكن في الخير في إن شاء الله. راحلة خير من ألف راحلة. الله يحفظك. بس السؤال اللي ربما أرغب في طرحه هو حساس شوية، يعني أنتم الآن الوضع الحالي اللي موجود في اليمن أو القوة الحاكمة في اليمن معروفة بالقوة الإسلام، فأنتم كمنظمات